مصر فيك السلام سلام، وفيك الكلام كلام. يا عادل حرام عليك، سيبنا نتنفس بقى يا أخي، مش هتبطل تملنا البيت وتزحمونا بشعرك العجيب ده؟ بملالكوا البيت كأني بملالكوا البيت كلاب، يعني ده شعر يا ماما. بنات أفكاري. بنات بنات ايه؟ ده طول عمرك بتاع بنات وعينة زغل. فاكر البيت السامية جارتنا لما ابوها ضربك سامية عشان كنت بعت لها جوابات ولا نصحيها؟ دي سامية حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. هو انت دايما محبطة وسادة نفسه كده؟ ده انا اصلا اللي قلبي خلاه يرفرف كده لعادل الشعر العظيم بتاعه اللي خلاني اتشد له واحبه واقع في دباديبه. توقف دباديبه؟ يا ما جاب الغراب لامه يا اختي، كانت جوزت الصدمه والندامه يا اختي، يا ريته ما اتجوزك كان يوم اسود يوم ما شافك يا اختي. Shut up you stupid idiot ignorant انت what you say انت تفوت واو كوا. اولا انت ما بتعمليش طولان ان احنا انتوا اتعملتوا انتساب لينا في العيله، احنا جبناكم من احنا طولنا الناس اهو خدنا ايه. انتوا عارين من ساعه ما سيبناكم احنا في النازل، انتوا البشوات 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 ايه يا مسكوتي جعانه جدا. خلاص يا حماد، خلاص يا سناء، خلاص يا سناء، خلاص يا حماد. ها ها، وبعدين 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 ها، مفيش كبير هنا في البيت ولا ايه؟ قول لها يا عادل. بتمد ايديك عليا؟ قصدي هي هي. يا ماما يا اما يا اما. عادل من فضلك، انا عندي طبخه جديده وعايزه اركز. تركزي وانا ايه مضايق فيا يا ماما؟ ده انا بسليكي باشعاري. الشعر بتاعك بيجيب لي مغص بيعرقني، عشان كده لازم اركز عشان الطبخه تطلع مظبوطه. اكتب شعري فين؟ ماشي ماشي. يا ماما يا أما يا ماتي. يا مصر فيك الناس ملهيين في الكورة، الماتش فيك يا مصر من أربعة ولا بالفورة؟ حرام عليك يا عادل، حرام عليك يا عادل، مش عارفة أنام، حرام عليك. ما تنامي يا راني، أنا منعتك يعني، نامي نامي. هنام ازاي وانت فتح النور وعمال دو كانك قاعد بتذاكر في امتحان؟ امتحان ايه يا ماما؟ انا اصلي عارفه وحي الشعر لما بيجي لي كده ببقى محتاج ان انا اركز يعني، وبعدين مضطر اركز لان في حاجه جات لي في دماغي كان لازم اقولها يعني. اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ اقول الشعر فين يعني؟ انت شكلك صدقت اللي انا قلته برا يا بيبي. انت مش فاكر ان الشعر بتاعك ده كان نقطه فاصله بيننا وبين علاقتنا وجوازنا؟ انا كنت رافضه ان انا اتجوزك غير لما بطل الشعر، فاكر؟ ايوه بقى. هل انا بطلت شعر؟ ما بطلتش الشعر الحمد لله. وبعدين اعمل ايه؟ اكتب فين؟ اكتب فين يعني يا رانيا؟ اقول لك على حاجه، انا عندي فكره هائله. انت تطلع فوق على السطح وتبني اوضه تقعد فيها بقى تتسلطن وتختلي بنفسك وتشعر براحتك. صدقي فكره حلوه جدا. يا رانيا، اوضه فوق السطح فعلا وتبقى الصومعه بتاعتي. يا بس اجيب لها فلوس منين الاوضه دي؟ يا سلام، انت تؤمر يا حبيبي، ده بكله تحت امرك، دي هو اعمل اللي انت عايزه، المهم ان انت تفن وتكتب وتشعر على اقل من مهلك يا حبيبي. يا رانيا، للدرجه دي بتحبيني؟ لا للدرجه دي، عايز انام يعني. يا مصر نامي مدام جبت غوايشك. يا اهلا وسهلا يا معلم ابو الهدد، اتفضل. اهلا وسهلا. ها الواد معتز قال لك على الاوضه اللي انا عايز ابنيها ان شاء الله فوق السطوح. ايوه عادل بيه. طب يا معلم، اوضه زي كده بقى ممكن تكلفني قد ايه؟ يعني اوضه زي دي لو بنيناها تكلفنا في حدود 150,000 جنيه. كم؟ 70,000 جنيه. ايه؟ 20,000 جنيه. والولد معتز عليك. معتز ان شاء الله هيما يحول، انا اول مره اشوف الراجل ده. اول مره تشوفه؟ ماشي، اصبر اصبر يا معلم. الفلوس اللي انت بتقول عليها دي كتير قوي، انا تخيلت اوضه مثلا زي دي ممكن تكلفني بالكتير قوي 3000 جنيه تمن الغويشه. ايه 3000 جنيه؟ ده انت لو بنيتها بنفسك هتكلفك اكتر من 3000 جنيه. جنيه؟ صدقني فكره ابنيها بنفسي. يا عادل بيه انت بتكلم مجاول، مجاول لو عرفوا في البلد اللي انا بنيتها بالثمن ده هيتخوني. هيتخوك ليه يا عم عشان بنيتها ب 3000 جنيه؟ لا لا لا، هي دي امكانيات يعني عدم المؤاخذه يعني يا معلم، ولازم تشوف لي حل. يا عادل بيه انت مش هتقدر تعمل حاجه، الموضوع واعر قوي قوي قوي. واعر ليه يعني؟ اولا انت فندي، لا تعرف تجيب اسمنت ولا حديد ولا تعرف تطلع تراخيص. تراخيص؟ تراخيص ايه؟ ايوه تراخيص، تراخيص بالبنى من الحي وتراخيص من الطيران المدني.
طيران مدني ليه يا عم؟ وانت بتقول اي كلام؟ هو انا يا عم هبني اوضه فوق السطوح ولا هبني مطار؟ ليه؟ هو هيبني اوضه فوق السطوح ولا هيبني مطار؟ ما تتركش قلت منك ليه؟ هو ده النظام. ماشي، في ايه غير الترخيص بتاع الطيران؟ اه، وتراخيص من الاثار. اثار ليه بقى يا سيدي؟ هما يعني الاثار بيجيبوها من تحت الارض ولا بيجيبوها من فوق الاسطح؟ وغير كده برضو الاثار بيجيبوها من تحت الارض ولا بيجيبوها من فوق الاسطح؟ بس بقى يالا، بس يالا بقى. ايه اليوم كله هتقعد تعيد ورايا تعيد ورايا؟ انا مؤاخذه معلم، الواد بيسف اصلا. وبعدين يا عادل بيه، خدت اذن اساسا من صاحب البيت او السكان؟ صاحب العماره تايه من زمان، لانه بعد ما بنى العماره دي راح بنى عمارات تانيه كتير جدا ونسي ان عنده العماره دي. طب والمخابرات؟ مخابرات؟ انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. مخابرات يا عم، وانت شايفنا عادل الهجان؟ بص بقى معلم ابو الهادك، انت بتحاول تعجزني، بس لعلمك انا هبني الاوضه دي ومن غير اي تراخيص، وانا ابلغ عنك. لا 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 لا. فتوح عادل باشا، استاذ عادل، مع حضرتك فتوح الصباب، دكتور البنا عندنا في البلد. انت تعرف واحد اسمه المعلم ابو الهدد؟ ولا عمري شفته. حلو قوي. الواد ده باشا هو اللي بنى كل بيوت البلد عندنا. انا ماليش دعوه ببيوت البلد، انا عندي اوضه صغيره عايز ابنيها فوق السطح. وحضرتك عايز تبنيها بالقش ولا بالطين؟ بالطين. بالطين؟ انت جاي ترقد عندنا في السطح؟ لا ما اقصدش بالطين. بالطين؟ بالطين. لا لا لا، بص انا عايز ابني اوضه فوق السطح، مش ازرع السطح. يا سعد، وانت جايب لي مزارع؟ يا ولا انا مش فهمتك، قال انك هتبني بالطوب الاحمر والاسمنت يا معزه. انت اللي معزه. انت اللي معزه. بس ايه هتتخانقوا ولا ايه؟ لازم تشتموا بعض. روح هات كوبايه ميه يا معز. تحت امرك يا استاذ عادل. وعندك كوبايه ماء؟ انت مش واخد بالك يا عادل بيه، انا بتشقن من الطوب الاحمر. ديك النهار لما بنيت دوار العمده بالطوب الاحمر وقع الطربة على دماغه واحنا قاعدين. الطربة على دماغه عشان بالطوب الاحمر؟ طب انا اجيب لك طوب ايه؟ اجيب لك طوب فوشيا مثلا؟ يا ريت. وبعدين دي قضاء وقدر، يعني احنا مالناش دخل فيه، دي حاجه بتاعت ربنا. حاجه بتاعت ربنا، يعني قاعد انا بقى بكتب اشعاري كده فوق السطح، الاوضه دي تتربع فوق دماغي يعني. يا سلام يا استاذ عادل، دي تبقى موته شعريه ما حصلتش، وتبقى شهيد الشعر العامي. شعريه ايه وملوخيه ايه؟ انا مش عايز اموت. ما تخافش يا عادل بيه، احنا هندي لك ضمان على الاوضه دي 5 سنين. يا استاذ عادل، وهو الواد فتوح على قد ايدينا برضه. ماشي خلاص، انا هبني الاوضه دي بنفسي وانت هتساعدنا يا فتوح. ايه؟ صبي تاني؟ لا انا ما بقاش صبي ابدا، كفايه اللي حصل. وانت ايه اللي حصل؟ لا ما حصلش حاجه. عموما هو ده اللي عندي، موافق ولا مش موافق؟ ما خلاص بقى ده فتوح. ايه اعتبرها سبسوبه تاكل منها عيش بدل الجوع والضغط اللي انت بتعمله. يا بجره انت اللي بجره. انت اللي بجره وست بجره. انت اللي بجره. والله العظيم بجره ده ولا مش بجره؟ بس يا بقى، وانا في زريبه شويه معزه وشويه بقره. قلت ايه؟ هتساعدني ولا لا يا بجره؟ والله انتوا جيتوا لي على الوجيعه، ده انا ما دقتش الزاد من الاسبوع اللي فات. خلاص هاخدك يا سيدي على المطعم بتاعي، انفخك من اول وجديد، وتقعد بقى تساعدني وتتعلم مني اسلوب البناء الحديث. يا ابوي انا وسط. ايه ده خير يا عادل بيه؟ اللبس الحلو ده يا ابني، ده اللبس بتاع البونة. انا احب التخصص، يعني هبني البس لبس البونة، ههد البس لبس الهد كده يعني. طب وايه ده كمان؟ ايه ده؟ ما دي بقى المون اللي انا جايبها كلها، والطوب اللي هنبني بيه الاوضه دي. ده ما يبنيش قصريه زرع. قصريتي وبوتي ايه؟ انت جاي تهزر ولا ايه؟ ده بتاع شغل يا ابني، بتاع شغل. ايوه بس الحاجات دي ما تبنيش بني وادم حتى. احنا عايزين قد الحاجات دي يجي 100 مره. وبعدين ايه ده؟ وبعدين ايه ده كمان؟ امال بس اعمل لي بقى، وانت اللي باني كل البيوت اللي موجوده عندكم في بلدكم يا ابني؟ ده الجردل اللي احنا هنقلب فيه الاسمنت. ده عمال ما نقلب فيه كنا السر الالهي طلع. يا رب ما تقطعش. بس لعلمك بقى، اللي انت مستهتر بيه ده انا ياما بنيت بيه قصور من الرمال. قصور من الرمال؟ طب وفين الرمله؟ رمله؟ يا لئيم،
فهمتك، انت عايز رمله نفرشها ان هو على السطح بعد ما نبني الاوضه ان شاء الله، على اساس ان انا بقى اجيب شمسيه واجيب شيزلونج واقعد اكتب اشعار وانا تحت الشمس. برافو عليك. شمسيه ايه وشيزلونج ايه يا عادل بيه، واحنا هنبني الاوضه في جمصه؟ ده اني عايز رمله عشان اخلطه بالاسمنت. وتخلطه ليه بالاسمنت؟ انا مش عرفني، ما هم اللي بيعملوا كده. ولا انت عايز تبنيه اسمنت صافي؟ بس ده هيكلفك كتير يا عادل بيه. لا انا مش ناقص تكلفه، انا ممكن اخلط الاسمنت باي حاجه غير الرمله، ممكن مثلا ورق جرايد، ممكن شويه طوب من الشارع، ممكن كمان طفي سجاير. انا اسمع ان طفي السجاير بيخلي الاسمنت يشد جامد جدا. انت بتدخن؟ ايوه بدخن جوزة. جوزة؟ يبقى خلاص حط الفحم. يبقى يا ابور يا مولع حط الفحم. اهو هبلك ده اللي هيخليك طول عمرك صبي. يلا خلص. ايه ده؟ ايه ده؟ وايه ده كمان؟ امال بس عامل لي بالنا، ده يا ابني بتاع التسليح. سلاح؟ يكونش عليك طربايت يا عادل بيه ومخبي، صارحني يا اور. لا طبعا ولا عليا طار ولا اي حاجه، ده حديد تسليح، ده بيتحط مع الاسمنت عشان يشد تمام ويخلي الاوضه تبقى متينه. اي زلزال يحصل بقى في الاوضه تفضل متماسكه على طول. يا سلام يا عادل بيه، على فكره انت حضرتك متنور ومتعلم وكلامك بيمس القلب الحزين. امال ايه يا ابني، انا قبل ما اخد الشقه اللي في العماره دي على فكره انا درست العماره كويس قوي، عمود عمود وكاميرا ساقطه كاميرا ساقطه، وبعد كده اقتنعت فاخدت الشقه على طول. ايوه يعني الاوضه اللي احنا هنبنيها دي مش هتحمل على العمارة وتخليها تتطربق على اللي فيها؟ يا ابني بقول لك عامل دراسة للعمارة، ما انا عشان كده بعمل حديد تسليح. ليه؟ ده يشد الأوضة مع العمارة يبقوا كيان واحد عمرهم ما يتهزوا. يلا مش هنرغي، مش هنرغي. أيوة معايا. يلا خلاص. يلا ماما. ماما ايه يا حبيبتي؟ فين بابا؟ من ساعة ما طلع الصبح في السطح ما نزلش لحد دلوقتي، مش عارفة هو فين. والله يا راني انا خايفانة انا خالص، الاوضة اللي هو بيعملها فوق السطوحات دي انا خايفانة انها تقع على دماغاتنا ونترمي في الشارع زي الكلاب. تفي من بقك يا مجيدة، واحنا ناقصين ضياع اكتر من اللي احنا فيه. لا يا ماما، ده الضياع لسه جاي، لسه جاي كده في وشك امواج امواج. ده عادل يا ماما، انت فاكره موضوع البولة ده هيعدي على خير؟ لا 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 لا، عادل طالما حط مناخيره هتشوفي قاهر الفشل. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عادل معقوله؟ ايه ايه انت يا عادل؟ ده يا عادل ده حرام عليك، حرام عليك. ايه في ايه الحي خد خبر ولا ايه؟ يا امي حرام عليك، انت بتعمل دي على الصوفه، حرام عليك. سفرتي انا قاعد على الانتريه يا ماما. عادل عادل، وانت ايه انت تبني فوق وتنزل توسخني هنا تحت؟ حرام عليك يا اخي، يعني انا اعيش هنا ازاي؟ اعيش هنا ازاي؟ لا يا ماما لا، بعينك انا عارف ان انت بترسمي عشان تطلعي تقعدي في الاوضه بتاعتي. اسف، دي صومعه عادل سعيد. لا عادل، لا يا عادل، صومعه عادل ايه؟ بامره ايه الاوضه انت بتبنيها دي عشاني؟ حرام عليك، انا مستقبلي متعطل، انا الاوان بقى اطلع اقعد اعمل الدبلومه بتاعتي اللي متاخره بقى لها سنين. لا يا سماء، لا 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 لا، عادل هيديها لي انا عشان اعمل فيها مشروع حياتي، تربيه الفراخ. يا سلام، تربيه الفراخ. طبعا الف الوزات الطيور تيجي علشان انا، الاوضه دي علشاني انا، عشان انا حماته ارتاح فيها، عشان انام. انا عايزه انام، عايزه انام. ايه ده ايه ده؟ واحنا بقى مش هنبطل انانيه ولا ايه يا ناس؟ حرام عليكم، انا كبرت خلاص، بقيت في سن خطره، لازم لازم يبقى لي اوضه لوحدي. لا بس لا بس لا 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 بس بقى، كل اللي انت بتقولوه ده غلط اصلا. بابا حبيبي حبيبي بني الاوضه دي ليا لوحدي علشان اعزل فيها اصحابي بقى ونلعب مع بعض. تلعب ايه؟ حرام عليكم، حرام عليكم، انا اخيرا بنيت اوضه لنفسي عشان تبقى دي الصومعه بتاعتي اللي هكتب فيها كل اشعاري. الاشعار يا جماعه اللي محبوسه بقى لها كتير عشان انتوا السبب انها ما طلعتش، اخيرا هتطلع. عادل بيه، عادل بيه، لا مؤاخذه يا هوانم، عادل بيه. بس بس ايه؟ بس بس نادي قطه. هتكلم مع الصبي بتاعي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ قوم يا اخويا اتكلم مع الصبي بتاعك، خش انت والصبي بتاعك، هتقول له اسرار عسكريه يا خي. يا موكوس يا موكوس. عادل بيه انت سايبني لايس فوق لوحدي وانت قاعد تلعب هنا لوحدك؟ قاعد بلعب فين؟ انت عايز ايه؟ انا مش وريتك الشغل اللي انت هتعمله جاي لي هنا ليه؟ عايز ايه يعني ايه؟ عايز مونه عشان اكمل بون. إيه انت خلصت المونه؟ انت يا بتعمل ايه بالمونه؟ انت بتاكلها ولا ايه؟ ابدا والله، بس انا عايز مونه علشان اكمل بون، ابني ازاي يعني؟ انا بص، حتى شويه الفتافيت اللي انا جايبهم لك في الاخر دول كمان ما عنديش اجيب زيهم. خلاص اتصرف بقى، اتصرف. طب اتصرف ازاي يعني؟ اتصرف، انزل لم شويه حجاره من الشارع، في عماره جنبينا ناس بيوضبوا الحمام بتاعهم، هتلاقيهم حاطين شويه جبس واسمنت. ها روح خد من الجبس والاسمنت اتصرف. يلا الجيش بيقول لك اتصرف. ايوه بس انا ما دخلتش الجيش. ما دخلش الجيش، اديني يا سيدي بعلمك حاجه انت عمرك ما شفتها. اعمل ايدك كده، اعمل ايدك كده. اتعلمت.
بس خلصت الأوضة فعلا يا أخي، ما فيش حاجة بتيجي بالساهل أبدا. إيه رأيك يا عادل بيه؟ شغل على مية بيضة أهو. إيه رأيك أنت؟ ما أنا اللي مصمم الحكاية دي. إيه ده؟ إيه؟ إحنا نسينا حاجة مهمة جدا. خير؟ السقف. بيتبني إزاي السقف ده؟ ولا أعرف. احنا حدانا في البلد بنجيب شويه قش على شويه تبن وبعدين نصبهم ساعه العصاري كده. تصب ايه ساعه العصاري؟ انت بتعمل كوبايه شاي. مش مشكله، انا هتصرف. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يعني، ما دام انتوا بتصبوا بالقش وبالبتاع ده، لا انا عندي فكره تانية. السقف ده هيصب ازاي يا عادل بيه؟ بص انا كنت جايب ايه ونسيين يا معلم. ايه اهو؟ سيخ بتاع التسليح ده، بتاع لصقف مخصوص. ايوه انا ما كنتش عارف احنا هنعمل به ايه، بس ده هيشد السقف يعني؟ طبعا يا ابني، ده بقى اللي هنصب عليه السقف. بس اهم حاجه واحنا بنصب السقف عايزين نعمل فتحتين عشان الشمس تتعامد على وشي يوم عيد ميلادي ويوم جلوسي جوه الصومعه. ايوه زي الملك توت عنخ ليمون. ايوه توت عنخ ليمون يا هبل، اسمه توت عنخ كمون، وده كان جوز الملكه كزبره. سيبك انت من التاريخ دلوقتي واعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ايوه بس دي هتيجي ازاي دي يا عادل بيه؟ هتيجي ازاي دي؟ بحسابات وتقنيات موجوده في دماغي. هات السيخ. طب بمناسبه الحسابات يعني، كنت عايز اقول لك كده على حاجه. قول. الشباك ده اهو، انت حسبته ازاي؟ الشباك ده انا عامله مخصوص صغير عشان المتطفلين امثالك ما يجوش يبصوا عليا، ولعلمك انا عايز اصغره كمان، يعني يا ريت تعمل الشباك ده مثلا على قد فتحتين بتوع مناخيري. طيب ثانيه واحده بقى، طالما كده عشان ايه هنعمل ايه؟ ثانيه واحده. بتعمل ايه؟ هاخد المقاسات عادل بيه. هتاخد مقاسات فتحتين مناخيري؟ يهبل. لا يا ابني بالويم كده، بالويم. طب تحب اعمل لك دوره ميه كماني؟ لا دورة المية مش محتاجها، لأن المسألة نفسها ما بنبقاش محتاجينها أثناء ما احنا بنكتب الأشعار. يعني طبعا أنت ليك عذرك لأنك أنت ما تقابلتش قبل كده مع حد من المبدعين. مبدعين؟ أعوذ بالله، احنا ناس بتوع ربنا يا عادل بيه. يلا يا جماعة، يلا عشان تحضروا افتتاح صومعة عادل الأدبية. يلا بسرعة. يلا. ايه ده يا حبيبي، انت عامل باب الفيران ولا ايه؟ لا، بالنسبة للباب انا عامله صغير مخصوص عشان ما يبقاش فيه رجل داخلة ورجل خارجة، انا عامله على قد رجلي انا بس. انا مبسوطة منك جدا يا عادل، ومبهورة جدا بالخرابة اللي انت بنيها دي. بيبي قطعة فنية رائعة، انت بقيت عظيم يا عادل على فكرة، واعتقد ان ده سببه ان انا وراك، لان وراء كل رجل عظيم امرأة اعظم منه. صح. ايوه فعلا، انا صراحة تعبت لكن الحمد لله قدرت اوصل للي انا عايز اعمله بالظبط، هي دي بقت الصومعة بتاعتي. وانا كمان، انا كمان سعادتك بما يرضي الله يا عادل بيه. ايوه يا سيدي، وانا عموما ما بنساش اصحابي ابدا. طب بالمناسبة دي بقى، انا كنت عايز بقيت حسابي لو فيها سألة. يعني هي فيها سألة ازاي تطلب بقيت حسابك؟ اصبر. مساء الخير يا عادل بيه. مسير الحي اتلاقى. اهلا معلم ابو الهادى، جاي ليه امال؟ جيت اشوف عملت ايه. وشفت بقى عملت ايه وطلعت التراخيص ازاي؟ تراخيص؟ انا شغال من غير تراخيص يا معلم. ايه؟ طب في ضيف عزيز عايز يشوفك. ضيف عزيز ده اكيد زبون عايزنا بنيله. ماشي هاتوا يا اخي، خليه اتفضل. اهلا بيك يا عادل بيه. اهلا وسهلا يا اهلا بالزباين، يعني تحت امرك. حلو قوي الاوضه دي. عموما ده ديزاين من عده ديزاينات عندي، انا بقعد اصممها وانفذها، بس خلي بالك انا اسعاري غاليه. الغالي يرخص لي عادل بيه. اللي اقول لي صحيح، فين ترخيص الاوضه دي؟ ترخيص ايه يا راجل؟ سعادتك احنا بنين الاوضه دي في الحرام. اذا كده بقى، اذا ايه ده؟ بيقول اذا انت مين حضرتك؟ سيادته محفوظ ابو خطوه موظف الحي، وهيجيب عليها وطيه بشان ابو الهدد. عملتها ابو الهدد؟ عملتها؟ دخل يا ابني البلدوزر، هات عليها وطيه. بلدوزر؟ يعني ايه بلدوزر؟ بلدوزر اللي بيهدوا بيه المباني، بس ده بيبقى تحت، ايه اللي هيطلعه فوق السقف؟ عن اذنك يا عادل، سبتوني كلكم، محدش هيقدر يقرب لي، ده شاع عمري اللي هيقرب لي، محدش هيقدر يقرب لي. بقول لهم ايه ده؟
محتاج ترخيص. حد شهرف الشاحوني شوف بقى نعمل ايه. ده ذهبي كله تحت امري. ايهم واشتري الفلوس هاي. مخابرات انا اول مره اسمع الموضوع ده ومش دوانيا. يا دوانيا ده يا ابني اللبس بتاع البنا. انا اصلي احب اخط. يلا يا عم يلا يا عم.